هل تعتقد بأن خطوات عصيان قادمة مثلا في البحرين أو في دولة عربية ستبوء بالفشل أو ستنجح؟ وكيف نستطيع أن ننجح هذه العملية في وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي الأخوة الجماهير والمنظمين إلى هذه الندوة المباركة إن شاء الله. واقعا يعني مع انطلاق ثورات الربيع العربي الكل يتفائل بالجماهير وبالشعوب العربية ويتوقع لأي فكرة ولأي مشروع النجاح. لو سألتني قبل 10 سنوات هذا السؤال لربما يعني أنا أتردد في الإجابة عليه أو أجيبه بالفشل، يعني أقول لك إن أي مشروع راح تطرحه على الأوساط العربية وبين الجماهير العربية في البلدان العربية راح يفشل. ولكن ما في آخر 10 سنوات من الحين يعني شفنا فيها نهضة وشفنا فيها حالة وعي وعوامل مساعدة إلى الوعي مثل شبكات التواصل الاجتماعي تخلي الإنسان أو تخلي المراقب للمشهد السياسي والمشهد الثوري والحقوقي يتفائل أكثر. وما شهدناه من ثورات ومن تجاوب مع هذه الثورات ومن هضات شعبية تدعو الإنسان إلى التفاؤل، يعني آخرها تمرد. يعني لا نحصر بس فقط ان المشروع ينجح في البحرين، لا، البحرين منظومه وجزء من المنظومه العربيه والمنظومه الاسلاميه. شفنا في مصر نجاح حمله التمر وفعلا اسست الى مرحله جديده في مصر. احنا نختلف هل هي مرحله صحيحه سليمه تحتاج الى فتره لما تتظهر هي. على مستوى الخليج والبحرين نعم راح تنجح، وهذا مو تشجيع للاخوة الحاضرين ولا الى الشعب البحريني، لان الشعب البحريني وهذا اكثر وعي عليه ويعرف يميز الكلام ويعرف ان بعد 3 سنوات من النضال وبعد تجربة يعني دامت فوق 50 سنة من النضال والجهاد مع هذا النظام الجائر المستبد اصبح يعرف نوعية الخطاب، هل هو خطاب تشجيعي او تعموي او تثقيفي. ما أود أن أقول أننا في حاجة ماسة إلى تأسيس وترسيخ وتجذير إلى ثقافة العمل المؤسساتي وإلى ثقافة مو فقط العصيان المدني، إلى ثقافة التعاطي مع العمل المؤسساتي، لأن العمل المؤسساتي هو رأس الهرم ومنه تنطلق المشاريع سواء عصيان مدني أو رؤية شاملة لبناء دولة أو رؤية وأدوات لتحقيق أهداف ومطالب معينة. يعني الجميع يشاهد الآن أن الكثير من الفعاليات قد طرحها في البحرين ولاقت صدى ونجاح كبير، برج الكرام، مطاق الكرام، العصيان المدني، الإضراب، اللحظة الحاسمة، يعني هذه كلها أشياء ملموسة وهي ليست يعني من نوع الإنشاء والخيال. أنا متفائل، مراقبين متفائلين، وتجاربنا مع الشعب البحرين ومع جمهور البحرين وخصوصا الشباب اللي في اعمال هؤلاء الحضور يعني يدعونا الى التفاعل هو اللي يدفعنا ان احنا نستمر في الحراك. يعني لو انا اكون صريح يعني اتكلم بصراحه بكل عفويه، لو ان الحراك واقف علي وعلى اشكالي وعلى اللي في عمري هذا من زمان يعني دخلنا في متاهات ونفقناهم، لكن الحراك ما دام هو اللي ماسكينهم هؤلاء الشباب انا اتوقع ان الحماسه اللي عند الشباب وهالدفاع وهالنضج اللي اكتسبوه الشباب من خلال 3 سنوات هم قادرين على انجاح اي مشروع وتخطي اي عقبات مهما كانت العراقيل ومهما كانت التعثرات. شلون نقدر ننجح العصيان المدني؟ اولا يعني نضع خطه شامله تناسب طاقة وحجم الشعب، يعني لا نجيب عليك نحمل الشعب والجماهير فوق طاقتهم ونطلب منهم انجازات ونطلب منهم تفاؤل. يعني خلينا نكون واقعيين، احنا مرينا بتجربة اضراب بداية الثورة
الدكتور عبد الجليل سنجيز بارك الله اسره ورضي الله عنه مدينة رموز ومن تصاريح. وشفنا يعني خلينا نكون واقعيين، احنا لازم ما نكون فينا عام نخفي راسنا، خلينا نلمس الجرائم. شفنا لما صار تفاعل مع الاضرام، يعني الشعب تعرض الى بعض الفصل التعسفي وما شابه، وما في محنه وما شفنا بديل الى هذه الفعاليه والى يعني سد حاجات الشعب المتعرض الى فصل من اعمال ومن مدارس ومن مختلف يعني نواحي الحياه، وتم التضييق عليه. لذلك يعني نشوف احيانا الجماهير تشوف نفسها ثقيله شوي في التجاوب مع بعض المشاريع، ليس عدم ايمانها بهم ولكن خوف من العقاب. لذلك اذا شعر الجمهور او الشعب، اذا شعر ان العقاب راح يكون فردي راح يناله هو فقط ما راح يكون جماعي، هذا هو احد اهم عوامل فشل العصيان المدني. ولكن اذا يعني ادرك الجمهور وفعلا حس ان في هناك من سيقف معه وهناك من سيمارس، يعني مثلا السلطه او المؤسسه الدينيه المجلس العلمائي، انا متاكد ان المجلس العلمائي هو يدعو الى الاضراب او الى العصيان المدني او الى اي مشروع راح يصير تفاعل. انت اليوم انت شوف المجتمع اذا يشوف المؤسسات الرسميه على المستوى الطائفي مثلا مجلس العلماء، بعض الجمعيات السياسيه، بعض الشخوص المستقله يعني لديها ثقل ولديها كلمه مسموعه، اذا هي مارست عمليه العصيان المدني هاي اعتداء الي انا كشاب او الى الرجال طاعنين بالنظام او الى الشباب اليافعين، انهم يعني يتفاعلون مع الفكر. لان يعني ممارسه هؤلاء الشخوص او هؤلاء المؤسسات الى هاي مع هاي المشروع راح يعطي صفه يعني اشبه بالصفه يعني الرسميه على المستوى الشعبي. لذلك هاي احد عوامل اهم العوامل التي تنجح للعصيان المدني هو تفاعل مع الفكره من خلال المؤسسات والشخوص لديها ثقل في المجتمع. انت تقصد نفس ما انا ذكرت ان يكون في وحده تكون دعوه جماهيريه وعامه من قبل الجميع لانجاح العصيان المدني. الكل وبشكل صريح، يعني انا اسميك بالمؤسسات، انا اتكلم يعني خلينا نكون صريحين، عندنا اليوم مؤسسات عليها تتحمل دورها، عندنا مجلس علمائي، عندنا جمعيات سياسيه، عندنا قوه ثوريه، حتى اللي في السجن يعني هي يفترض ان تصدر بيانات ان هي تدعم الرموز المعتقلين في السجن، ايضا يدعمون العصيان المدني، ان قوى ثوريه ميدانيه تدعم هذه الفعاليه. لذلك هذا راح يكون اهم عامل او العتبه الاولى لنجاح الفعاليه. في اسئله شباب؟ هناك امر اخر عزيزي، يعني الصدى الاعلامي والترويج الاعلامي للفعاليه اذا كان مدروس وصحيح ومو بس على مستوى الداخل، يعني نخاطب بعضنا البعض في بيني وبينك في تويتر ها وش عصيان مدني وكذا، لا، يعني احنا محتاجين اليوم الى ممثلين اعلاميين او الى شركات علاقات عامه. شوف انت النظام عنده شركات علاقات عامه لانجاح مشاريعها، لانجاح فعاليات ان صح التعبير لانجاح ما ارى رؤيته على المستوى الدولي، يتعامل الشركات علاقات عامه. احنا اليوم محتاجين ايضا الى هذا النموذج، هذا الجانب، الى نوع من نوع الشركات العلاقات عامه عبر افراد عبر مؤسسات تحاكي المجتمع الدولي، ولا اقصد فيه فقط الرسمي، لا، باقي الامم. يعني احنا محتاجين الى التواصل ايضا مع القوى الثوريه في باقي الدول، سواء في الدول العربيه او في اوروبا او في الامريكيتين، لازم يكون عندنا بعد تواصل معهم، حاب يدعمون افكارنا، يدعمون مشاريعنا، يعملون لنا بروباغندا اعلاميه،
وهذا يساهم في خلق جو للداخل من خلاله هو يتفاعل الى الفكره. طبعا وجهه نظر اعيد واقول حقوقيه. العصيان المدني طبعا بتكون له تداعيات كبيره في البحرين. ويجب ان تقدم تضحيات. التضحيات قد تكون استشهاد او تكون اعتقال وتعذيب فصل وما شابه من ذلك. ولكن تريد ان تجني الثمار او لا تريد؟ انت تريد تطول الثورة 10 سنوات ولا تريد في 3 سنوات تحصل نتائج؟ إذا تريد تطول أنت تقدر على قولتهم تتناور ويا النظام عبر التفاوض، عبر تصريحات، عبر مؤتمرات صحفية، عبر ما شابه، عمل دبلوماسي. لكن العمل الميداني وجهة نظري هي أقوى من أي عمل آخر، عبر العصيان المدني، عبر الإضراب العام الذي أشرت فيه في كلمتي من ساعة قبل قليل، أن يكون فيه وحدة كل الفصائل السياسية وكل الفصائل الدينية وكل الفصائل الحقوقية وكل الفصائل الاجتماعية تشارك فيه بكل ثقلها وبكل قوتها. الآن ثبت بأن المشروع السوري، مشروع الهيمنة الكبرى على سوريا، تريد أن تغض الطرف عن البحرين ونجحت في هذا الشيء. خلال 2.5 عامين نجحت بأن الإعلام العالمي لا يتحدث عن البحرين، يتحدث قليلا في بعض الأحيان. شنو حل هذا الشيء بالنسبة لي؟ حل هذا الشيء هو العاصمة المنامة، وحل هذا الشيء هو الإضراب العام والعصيان المدني الشامل بكل ثقله وبكل قوته وبكل ما أوتي من وسائل سلمية. أنا أقول سلمية لأن احتمال يعتقلوننا باكر يكون تماما سلمية، عرفت شلون؟ فلذلك يجب أن يكون في خطوات ميدانية هي التي ستحقق الانتصار. الإعلام لا يأتي إليك إلا إذا رأى هناك مسألة كبرى قاعدة تحصل في البلد. أما مناورات سياسية وكلام ومؤتمرات صحفية وكذا، أرسل لنا بياناتك وإحنا بنستلمها وبننشرها، ما في مشكلة. بس أنت الشعب شلون قاعد يطالب بحقوقه؟ بأي الوسائل قاعد يضغط؟ احنا شفنا ان المسيرات السلمية الليلية تستنزف القوى مع اهميتها، ولكن ما هو الذي يعطي الطابع الاقوى للمطالب الشعبية والذي سيضغط بشكل حقيقي على النظام؟ هو العصيان، هو التمرد، هو الخروج في الشوارع العامة وفي الشوارع التي يعني في دولة في العالم أصدرت قانون تجرم خروج مسيرة في عاصمتها. البحرين أصدرت هذا اللي كنت أتحدث عنه قبل قليل، يشرعون قوانين من أجل الحفاظ على الكرسي والمصالح الحكومية. وجهة نظري أن الضغط الشعبي في الشارع، الاحتجاجات اليومية السلمية، هي التي ستحقق الانتصار لا شيء آخر. طبعا مع دعم المنظمات الدولية ومع مساندة الدول الأخرى، بهذه الطريقة ستستطيع أن تسلط الضوء على البحرين، لأن طبيعي أن تحصل انتهاكات وهذا حصل للسلام الوطني. لكن لا يعني أنه ذيك الفترة في السلام الوطني قمعت الحركة الشعبية واعتقل الرموز وزج بالكثير من الشباب في السجون، ولا زال ان احنا نقف ونقول على الله وعلى المنظمات. وليس من الصحيح ايضا ان نقول على الله وعلى المسيرات، لا، المنظمات والمسيرات والاحتجاجات كلها تكمل بعضها. لان انت لا تستطيع ان تكتسب تفاعل العالم
من دون منظمات حقوق الإنسان. طبعا لا أتكلم عن منظمات حقوقية، أتحدث عن منظمات المحايدة المستقلة التي تدافع عن حق الإنسان. السؤال الثاني كان إلى الأخ يوسف الحوري، وبحكم وجود خارج البحرين في ألمانيا، عن السؤال طويل لكن بختصر إليه، بحكم أن أنت موجود خارج البحرين وفي ألمانيا كقوة عاملة وكقوة ثورية، ما هي السبل التي يستطيع أن ينتهجها أو أنتم تنتهجونها لإنجاح العصيان المدني أو خطوات العصيان المدني من خارج البحرين؟ صح سؤالي لو بهذا الشكل وصل السؤال السابق؟ وصل وصل واضح السؤال. جزاك الله بخير على هذا السؤال أولا. ثانيا، نحن في الخارج سواء في ألمانيا أو في أستراليا أو في لندن أو في أمريكا، ما شاء الله البحار نحن منتشرين في معظم الدول. نحن نقوم أولا بمخاطبة الإعلام المحلي لكل دولة أو الإعلام للدول المحيطة إلينا. نحن في ألمانيا، في الدول الإسكندنافية وباقي دول أوروبا نتواصل بينهم، نخبرهم أن في فعالية راح يكون تكون في هذا اليوم، نرجو التحضير إلى عبر برامج مسبقة قبل هذا اليوم، يعني تتناولها وتسلط الضوء عليها، وتسلط الضوء على الثورة البحرينية وأهدافها ومظلومية الشعب البحريني. نعمل بعض المعارض و اللي تخص الفعالية، كل فعالية لها معرض خاص، نختار لها مناطق حيوية نقوم نروج إليها من خلال عمل في يعني أشبه بالسينمائي الصغير، مثلا نعرض فيلم، نعرض بروشرات، نعرض نتواصل إلى منظمات المجتمع المدني، مؤسسات منظمات المجتمع المدني، نخليها يعني تصدر بيانات، تتواصل هي باقي القوى الفاعلة مع الأوساط البرلمانية، ويعني هذا الدور اللي نقدر نقوم فيه يعني واقعا من خلال التواصل مع هذه المؤسسات سواء السياسية والحقوقية والإعلامية. أمر آخر، يعني إحنا لازم نكون واقعيين، يعني البحرين فعلا هي بلد صغير يمكن على الخارطة نقطة على السكان لا يتجاوز المليون، على السكان الأصلي لا يتجاوز المليون، ولكن البحرين تمثل عمق استراتيجي للخليج، جعل من أكبر دول العالم تحط البحرين تحت المجهر. شوف رغم صغر حجم البحرين ولكن جميع قوى الاستكبار أجمعت أن البحرين هي العمود الفقري للخليج، وأن بوابة البحرين هي بوابة اللي راح ينطلق من التغيير في كل الخليج بل في أكثر المناطق العربية. لذلك هم راميين كل ثقلهم في البحرين، مثل ما فضل الأستاذ باراك أوباما بنفسه أوعز إلى أمبر ليون وهي كبيرة مراسلين سي إن إن إلى غض النظر عن ملف البحرين وزارة البحرين ومشهد في البحرين. كاميرون هو رئيس وزراء الخارجية البريطاني في مسرحية تفجير الرفاه، هو بنفسه قال إنما يمس يعني يمس الأمر الأمن القومي رأس أمني عن حقوق الإنسان، هو إشارة مبطنة إلى النظام في البحرين أن أقنع و استخدم كل أساليب البطش والفك والقبضة الحديدية. إدارة البحرين تمثل منطقة استراتيجي جدا خطير، وأي مشروع فيها يؤخذ بالجدية وبعين الاعتبار من قبل المراقبين المشهد البحرين، وإحنا نستثمر هذا العمق وهذا المكان لتحوز البحرين في الموقع الخليجي.